وين؟ في شهر 8 برجع خفيفة، في 7 كل حط مبزة. يلا نمشي لديك الأرجوحة. يلا تحية الناس سلام داود من هنا. طب أدلكتو يا قا عجبتني أنا ديك الغلاقة تحبني؟ إيه بتحبني؟ إيه هاي ذا قليل بنحبك. أنا ما نحبك شي هاي ذا. إيه السلام عليكم مشاهدي ديالنا، كيفكم لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه للمغاربه ديالنا، زعبطناها بالقنيه والدجاج، ودابا نبداو معكم الفيديو الثاني. جاني انا الصيف الحراره عليا، المهم اللي ما تسمعش ما كان باقي معكم السفنج. وقل ابنتي نبقى سفنج، لا نبقى سفنج. انا ها هو يا هذا بالو غني. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. غير ضحكي معكم صراحه، كنبغيو نضحكوا معكم حيت كلشي مقمط. انا من الساري كنسال على واحد هيدر. راهو كما قلنا لكم اليوم غادي معكم ان شاء الله السفنج في الفرن. المقادير ديال السفنج سهله، حبه حلاوه فاقي وتوصل هذا بالكامل بالكامل. وين غادي نعمل معكم؟ بزاف غالي كما فرنه. ها ابسطها كينقل لنا في الفرن. ايوا المهم المقادير كما كتعرفوا عندنا جاو كيلو الطحين، باقي له 2 كيلو ونص. المهم حسب العاده عندك ليا البزه، باقي 20 كيلو الطحين عندك ليا شويه عماله، غير تقول لك كيلو ولا كيلو ونص حبه حلاوه. يا شوف هنا باقي له كيلو ونص الطحين، وهنا شويه حبه حلاوه بلديه وشويه المليحه وشويه السكر والخميره. خميره شويه بقى اختي اللي عاده من السفنج، انا غير بغيت قالت لي اجي انا منعد لكم ميريندا. ايوا نتينا على الصور شارك مع المشاهدين السفنج ديالي. ايوا هالنهار هذا نقطولي عايكو سفنج على الكانون ام الشفا رحمه. اه الشفه رحمه، وخليها هي تعطيكم التحيه. السلام عليكم مشاهدين، كنتم مزيانين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا هذا النهار؟ المهم جات عند اختي دار معها ذاك. انا كيف كتشوفوا هذا النهار؟ كيفاش نيويورك ولا ولا انتم كتشوفوا هذا النهار؟ كيف كتشوفوا هذا النهار؟ شنو خلي هذا دار الهضره ديالي اختي جات عندي وانا هذه الهضره ديالي. المهم كيف كتشوفوا هذا النهار؟ صح كمل النقطه ديالها. صح جات اختي عندي وجا الراجل ديالي اللي هو لوز ديالي، خات الراجل ديالي مرحبا بها معندي مساكين، تغداو معنا جوزنا واحد النهار مزيان. المهم دابا عاود قلنا نعملو ميريندا، قلنا نعملو شويه د السفنج. ايوا بقاو معنا، بقاو مع الفيديو ديالنا ان شاء الله يا ربي. السفنج غادي يكون ان شاء الله يا ربي د مرات خاي. المهم انا كازيني شبر فيها صافي، دائما انا كازيني شبر فيها غاتبلغ انا هي. المهم السفنج غيكون ديالها ان شاء الله يا ربي. كملوا معنا الطريقه وما تنساوش تشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. حنا دائما كنقول لكم الفيديوهات ديالنا كيكونوا فيها الضحك والنشاط خصوصا في وسط الفيديو. يلا تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. يلا جي اختي عجينا الماء عندها دافي. اه طحي الرابط يا طحي يما. اه كاين انت مسكين الله لاباس الحبيب بخير؟ دابا بنقيو السفنج. اه انا عامله السفنج ونهار الزهر ديالي والفشطه ديالي. الله يلا الزهر ديالك بالله. والله العظيم لحقت القنية زين ولحقت الدجاجة شفتي وصحت ميريندا الأسفل. انت الشريف هذا الله وتشوف الله دير الرزق هذا فايض من عند الله. انت الشريف هذا الله الحبايب الله تعالى وتبارك يعاونكم وانتم عاونونا ربي يعاون الجميع. والناس مساكين اللي عندهم وليدات ما يقراوا في البكالوريا وفي الله التاسعة الله يسهل عليهم الله ينجحكم الله يعطيهم النجاح. وبعض الناس كيقولوا لنا ادعوا معنا يجيب ربي شي جاو صالح الله يرزقكم الله يرزقهم به. هاي تكمل دعي معاهم الله يعطيهم الولدة صالحة. امين يا ربي من عند الله. امين اللهم امين. وما عندوش ربي يطيها ملو. امين يا ربي. ومشاو لحبابي وربي يطيه الصبر عليها. باقي له ربي يخليها ملو يتهلا فيها. امين امين. لا ينساهم شي. اياه. باش ما يندارش منهم. حق ديالك. الله ينزل لكم رضا الله يعاونكم. نشوفوا. يا محمد سالس الحبيب وربي الله ينصر سيدنا. صح لنا فوق راسنا. اياه. الله يخلي فوق راسنا ويعطيه الصحه ديالو ويطور. امين امين. جيبه زي جيبه اشمعنا السكن يلا نمشيو لديك الارجوحه. يلا الارجوحه ولا مشيطه تاكل الحبيب تاكل الحبيب من هادي تاكل الحبيب الصحيح. أه. كركيب تاني أمي ما تتسش
سي خاخ مورا. مشاي طاز بدي اجي قول اجي قول سفرك انت واش طعن واش طلعوا هاي هاي انا قديوني في اسبانيا هاي شوفوا اسمي طال هاي البطيح الزيتون متابعين ديالنا كنا كنجيو المشطو نقولوا شوف شهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الذي الله الا غطي الله الا هو هذا الفرع مش شايطة زردي ولا عيد خير اجي هاوي مش طخخ عبد الوحيد هاوي مش طخخ عبد الوحيد جمع رجلك طوى هيدا طرح رجلك طرح رجلك بدري دي عسي رازون كلهم السلام عليكم كيف انتم لاباس تعبدوا حماق على شي حاجه اسمها الكره حماق على الكره هيا واحدة اخرى واحدة الكرة ها شوف اخوتي هاد الدالية هادي دابا عملوا لها ديك الشمر تطلع هايدا ترجع الدالية مع الدار من الدخل للدار من ديك وعندك الدالية المهم ديك الدار اللي كبالكم هادي كانوا كنقولوا لها الماكينات العاد عنده الدار تما عنده الماكينة الزيتون تما كيطحن الزيتون ملي كنجيبو الزيتون من الخلا كنطحنوها تما ديك الدار كاين الماكينه هذيك المهم عنده دار تما وعنده ماكينه تحيه للناس سلام داوود من هنايا الله يلا بيه الله الحمد لله شنو هذا اللي فوق منا خساد خساد او لا بيسي خساد هذاك ده شو اضرب هذيك الكره لعيب الكره مشي بحر كيفاش لعيب الكره مشي يدخل دي لا بيسي وانا المال ديالو مقهورين شي مزياني شنو اللي يقولوا لها قولوا لها بيسين تقعنا مريم قول لها بيت لوا ولا تبغى ولا شي دابا دلكتو يا قولوا شي الزيت وقول له قول لي الكوزان مزيان دابا في هالشهر اه الكوزان من هذيك المخسر ديال اخاي الكوزان مزيان ولكن الشغل ماشي مزيان ياه الشغل شغل انت ما تشابه هذا ديال اخي تخبط فيه الدم مزيان بزاف ويعطي لهذيك هذا الشهر هذا من الاخرين شهر ثمان برجع خفيف في السبع كل حطمه بزاف التاسع ديال دابا خالتي شكون الثقل اللي خفيف واش العائل ولا العائله العائل العائل خفيف ولا العائله العائل الثقل ديالو خفيف اه والطفيله الثقل ديالها مبحط اه سبحان الله اه اما الطفيله فرد هيكو خفيفه اكو كيف كان دخل زايد مشي معنا بصح زايد انا كانت العيه ديالي خفيفه بزاف كان واقف هيدا الضرب البطينه ديالو واقفه مشى معنا من شهر عند خديجه اختي من شهر ديالها دخلت معنا ونقلب فيها بديك الزرد المحربل البطينه عندها واقفه هذا مخاويين وهي جات من تمام تجوزت وولدت بالحق العياد البنات تكون ثقيله ثقيله سبحان الله الناس كبارين كاملين يقولوها دابا داغية طلع شنو هذا هذا الحبوب الحق راه نايم وهي اختي داغية شنو يبان لك عيدي هاي الله تبارك الله على عجينات حبيت لو عندك بلديه ولا روميه بلديه عرفتي كيفاش تجي هذه انا اختي قدامي وما قطعتش ايوا غلطه واش لي واش انا تسلاش الوقت ما كاينش اه تما شعلوه اه فيها تما عبد الواحد يشعلوه اه شوف حامي كلشي لهوا صاب قلاوش من ماقله شوف كيف
ايه يا سفنج النهار غايجي ماشي سفنج يجي حس بوق الحبيب الحباب الله يلا بي بالك هذا الطريقة عجبتني انا ديك الغلاقة الغلاقة الزيت اه والله يلا واعرة او د 5 يطرو او د 2 يطرو مهم واعرة هذه الماء باردين ماشي حقي هذا غير كلشي اه دابا تبارك الله تبارك الله غروب الشمس اه هي الخير الشمس والسفنج ديالنا ها هو الحبيب الاحباب مبقتر قاد الروايه تبارك الله التراكتورون في شفيش الله يعطي الصحه العميله جاوا العميله سلمى والعميله رحمه باقي لا شويه هنا باقي واحد جوج رحمه يوسف واحد هذا سلمى يوسف اه خالتي هذا عطى الكنيه اه عطيه هي ما عطيتها قال لا هذا عطيتها الاسم العائلي اه شوف 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 نفغلومين وما يشفيين اه اه والله نفغلوميه فغلومي يعني فغلومي يا بابا فغلومي ايه انت نعرف فغلومي حقيقي حالة نادرة هذه يما فغلومي يما عندها الاسم العائلي وبابا عندها الاسم العائلي يقول سخون ما فلوش سخون طيب يما طيب القياس قاي صايمة ها سيراج بسم الله صلى الله عليه وسلم سيراج شوية اجا سيراج ها 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 الله يرضى عليك شو هذه شتي تواتي هذه هدايا شي ها شوف شوف بسم الله كيفاش عيوز خمسة خمسة معلق كتار سبعة هذا سبعة حتى مع مر سبعة ايه يا المتتبعين ديالنا تبارك الله على طبيعة وعلى منظر شاف 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 تبارك الله غروب الشمس والسحاب ما شاء الله وما شاء الرحمن هذيك غزاوة وهذيك راهي بابتازة تحية الناس بابتازة والناس ديال العناصر اللي كيشاهدونا والناس الحباب ديالنا انا يا مسكينه الله انا الاسفنج من الناس إيه. مرحبا بكم المشاهدين الله يلا اجو كل معنا الحبايب الرزقاء شوف الجلسه مع الوالدين ما عندهاش المقياس ديالي الضوي 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 حتى خصوصا انا حتى تشوف قلبي محيطه اي تي بتحبني إيه. بتحبني إيه. هاي ذا قلبي نحبك انا ما نحبكش هاي ذا اي بيبا الخوا الله يعطيك الصحة مع الشب هذاك ها برا انت الدكة ديالك خطيرة اه فلي والنعناع والورقة ذي اللي تشين والورقة الليمون ورقة الليمون يما اه انت يا مسكينة الله شوف شوف دير الرزقة العشية شوف والله إلا ماشي الرزق والله إلا رزق الطبيعة والله إلا رزق الطبيعة انت الشريفة برزقك هاي تسلم هاي ها هاي تها شوف يما نقول لك اجي قدامي ايه باقي من الشاط باقي من الشاط ها هاي ما هات ديالك ها هات ديالك ها فليو بلدي شاف شاف الله يرضى عليك ريح انت هاكك زايد تبارك عليك من لعب الكرة عجبني ها عند المتتبعين قل لهم احنا قل لهم احنا اليوم قل لهم احنا اليوم عرفتيش فيها ها زيد قل لهم اليوم احنا مع خالتي السفنج عزيزه خاي سلم على عزيزه سلم على عزيزه اجي دران اه كل ما نتوحش تاع عزيزه ماشي مواح دراني هيك كل ما نتوحش تاع عزيزه بزاف راه المشاهدين انا توحشت عزيزه بزاف وغابت علينا الشهر شحال؟ شهر لا عماين يلا غاب السيمانه انت اش بلا خلاص سيمانه هو جا شهر وياه كيف تجيني خوا ايه هاي تاخر انا هاي تاخر في البحر ها حالك سفنجي الله يعطيك الصحة تعال الرحمن لك قلت سوا هذيك هي قلت يا الرحمن فهمتش السفنجة في يدك اختار جوج ديالو وجلس الله يلا الله يعطيك الصحة كل عام لطخي ازال تعال عسيلة خانتي بلدية تنقي هذه شربات يا الغلب طيبة كيف حبيبي العسل طيب الدنيا ما عندك حشو لا نحب حشو نعم الخوا ما عندي شكل وانا طوالي بفلي اناس انا ها زاد الفرقه ها قيم شي صح